السلام عليكم يا أخ خالد، واليوم يوم جميل. أعلنوا بقوانين UGC 2020، وفي هذا الفيديو بس بمشيكم على السريع نشوف شو مغيرين عن السنوات الماضية. بحط الرابط هذه الصفحة في الديسكريبشن، شوفونا أرواحكم. ندخل سيد في القوانين. All battle will be double battles played in Pokemon Sword and Pokemon Shield. يعني مثل ما تعرفون VGC double battles، مثل ما شفتوا آخر بث سويته كان double battle، فعلى أساس أنه بيكون نفس القوانين لكن شوي مغيرين في الـ عن الـ online. فبنشوف الحين بعد شوية. Each player will need their own Nintendo Switch or Switch Lite and a physical or digital version of Pokemon Sword or Pokemon Shield to compete. هذا طبعا مو مهم اذا انتم بتلعبون على شو داون، لكن اذا بتشاركون في البطولات، طبعا البطولات الرسمية او اي او حتى يعني بطولة يعني انا بنظمها يعني في مكان فلاني انتم تتجمعون تشاركون، طبعا بتحتاجون سويتش او سويتش لايت مع لعبة بوكيمون سورد او شيلد. فما ظن في أي خلاف على هالنقطة. Pokemon will need to have their Galar symbol showing they were caught in the Galar region. The Galar symbol اللي هي هذه، شوفونها الدويرة، ما أدري إذا باينة عندكم في ال أو واضحة عندكم، لكن في مثل دويرة على شكل بوكي بول في صفحة السمري من البوكيمون. لو تذكرون في سان مون كان في مثل علامة بلس، وفي اكس واي كانت علامة مثل بنتاغون. المهم كل بوكيمون لازم يكون عندها هالعلامة عشان تشارك في البطولات، هذا عشان كل حد يكون يعني يعني عشان كل البوكيمونات تكون مضمونة عندهم نفس الحركات المسموحة في منطقة جالر. فما أدري إذا تلاحظون بين كل لعبة ولعبة في حركات تكون مو موجودة، في حركات يضيفونها، في حركات بين كل جنريشن فيسوون تغييرات عشان مثل موازنة، عشان ما يكون في بوكيمون مثلا او حد مثلا عنده لعبه قديمه ويجيب مثلا فولو مي بلاستويس. مثلا في الالعاب الماضيه بلاستويس يتعلم فولو مي، هني ما يتعلم. ف شلو all pokemon from galar regional pokédex will be permitted except for mythical pokemon and certain legendary pokemon. هذا طبعا كالعاده في قوانين في جي سي، بالذات اول سنة من لعبة جديدة، فكل البوكيمونات في البوكي دكس اسمعين الا الميثيكال، بوكيمونات الميثيكال يعني البوكيمونات اللي مثلا تحصلهم من تصير مثلا جيم ستوب تحصل كود دخله يعطيك مثلا سلبي ولا جراجي، هاي الممنوعين. ويقولك اني سيرتن ليجندري بوكيمون، طبعا يعني زامازانتا، زاشيان، زاسيان، زاسيان ولا زاشيان، الو زاسيان وإيترناتس، الكلبين والتنين. All Pokemon will be set to level 50 including Pokemon below level 50. يعني إذا جبت بوكيمون تحت الليفل 50 بيكون ليفل 50، إذا جبت فوق بوكيمون فوق الليفل 50 بيكون ليفل 50، كل حد بيكون ليفل 50. Duplicate Pokemon will not be allowed. هذه النقطة كانت شوية غير، على أساس أن كانت no two Pokemon will share the same Pokedex number. فمثلا الفكرة أن مثلا عندك روتم واش، روتم هيت، روتم كات، روتم روست، هاي البوكيمونات غير لكن كلهم عندهم نفس الرقم. فما أدري إذا
النقطة تغطي هال هالشيء ولا يعتبرهم بوكيمونات غير؟ بس أتوقع نفس المقصد إنه ما يكون عندك بوكيمونات يعني نفس الرقم في البوكيدكس. Duplicate held items will not be allowed. مثلاً ما تقدر تعطي كل بوكيمون في الفريق leftovers ولا أكثر من بوكيمون واحد leftovers. ما تغير شيء يعني. Each battle will begin with a 90-second team preview phase. هذا يوم قبل ما تبدأ بالمباراة تقدر تشوف فريق خصمك شو عنده وعندك 90 ثانية تختار البوكيمونات اللي بتجيبهم بالمباراة. 90 ثانية يعني دقيقة ونص، ما في شيء متغير يعني. Players will have 7 minutes of your time, 45 seconds of move time, and now returning to the VGC, 15 minutes of game time in each battle. هذا يعني انت عندك 7 دقائق تختار فيهم الحركات، يعني 7 دقائق من المجموع. كل دور عندك 45 ثانية تختار فيها الحركات كل دور، كل ثانية تاخذ منها 45 ينقص منها 7 دقائق، فمثل توقيت الشطرنج حرك مثلا جندي تدق على الساعة عشان توقف ساعتك وساعة خصمك تبدأ مني، نفس الفكرة كل ثانية تاخذ فيها تفكر بالحركات كل ما وقت أقل عندك عشان تفكر في أدوار الجاية. طبعا 45 ثانية يعني عندك كم أظني على الأقل 10 أدوار عشان تفكر فيهم على راحتك، هذه إذا تاخذ 45 ثانية يعني كله. وعلى آخر نقطة 15 minutes of game time in each battle، هذا يعني عندك ربع ساعة أو 15 دقيقة سوري المباراة الكاملة. يعني مثلا عندك المباراة عندك 15 دقيقة تخلصها، نفس الوقت عندك 7 دقائق عشان تفكر في كل دور. فبهالطريقة عندك وقت محدد عشان تفكر في كل دور، نفس الوقت ما تجلس تلعب مثلا تشانسي مينيمايز وضيع وقت. عند كل مباراة 15 دقيقة، ما ما إذا أنت ما بتوقف اللعبة بتوقفك، فلا العبوا فريق عادي ولا تجلسون تلعبون ستول و خلون اللعبة لعبة حظ. فآخر نقطة هذا نقدر نطوف على المختصر المفيد، أن موضوع ال جاجانتا ماكسينج مثل ما تعرفون في بوكيمونات يوم تستعملون دايناماكس يتمون مثل ما هم بس كبار، في بوكيمونات يوم تستعمل دايناماكس أشكالهم تتغير. مثلا عندك تشارزارد من قريب توم أعلنوا عن سنورلاكس كورفينايت من هذه إلى، فهاي البوكيمونات يوم تستعمل جايجانتا ماكس من هاي البوكيمونات ضربات أثر الضربات تتغير. مثلا جايجانتا ماكس دردنو ماكس ووتر في العادة يجيب لك يسوي لك مطر، لكن جي ماكس ووتر من دردنو يسوي لك ستيلث روكس، يسوي الضربة وفي نفس الوقت يسوي لك ستيلث روكس. فالبوكيمونات الجاكيت جي ماكس بعضهم اوكي بعضهم مو باك الزود، فبنشوفهم كلهم واحد واحد. As of January 4th, 2020, the following are the only Pokemon with the Gigantamax factor that are permitted to compete. Butterfree, Corviknight, Dreadnought, Scentiscorch, Meowth, Pikachu, Eevee, Snorlax, Sandaconda, Charizard, only permitted with the ability Blaze. فخلنا نشوفهم واحد واحد. أول شيء قالوا Butterfree. الجيجانتا ماكس
جي ماكس بفضل. This moves inflicts the poisoned, paralyzed or asleep status on condition on opponents. يعني تستعمل هالضربة البكونات خصمك الاثنين يتأثرون بالبيا poisoned, paralyzed or sleep. يعني لو تفكر فيها يعني يوم تقرأ عن الحركة تقول الحركة قوية لكن ما أدري الصراحة يعني بين هالثلاثة أنا أقول أبا سليب 99% أبا سليب لكن مرات يطلع بويزند مرات بارلايزد مو مقتنع وايد. وبشكل عام بعد ستاتس باترفري يعني ما يشجع تفرع عليه حصى يموت. اللي بعده كوربنايت الجي ماكس ماله this move removes the effect of moves like reflect and light screen. يعني مثل defog مثل defog فحركة defog تشيل اشياء مثل stealth rock spikes toxic spikes reflect light screen ويديد في اللعبة يشيل ترين بعد إلكتريك ترين سايكيك ترين كراسي ترين مستي ترين بعد يشيلهم. يعني أشوف بي فايدة يمكن لكن يوم تلعب كوربنايت تسوي له دايناماكس أنت تبغى تستعمل ماكس إير ستريم كل صراحة تبغى ماكس إير ستريم هذا يزيد السرعة بلس ون كل ما تستعملها ف ما اشوف اي سبب تستعمل جي ماكس جيجانتا ماكس كوربنايت. اللي بعده دردنو مثل ما قلت لكم حركة جي ماكس مالت دردنو جي ماكس ستون سيرج This move scatters sharp rocks around the field. يعني stealth rock. Stealth rock okay في singles. وايد okay في singles. لكن في double بالذات يوم بس أربع بكونات في المباراة حركة تعبانة صراحة. إلا إذا كل حد يستعمل Charizard. Stealth rock بيشيل نص طاقته لكن في بكونات غير تشارزارد فما أشوف أي سبب أنك تستعمله. وبعد مثل نفس حالة كوربنايت ماكس ووتر اللي هي ماكس جيزر The user summons heavy rain that falls for 5 turns فوقها كله يعني من غير المطر دردنو عنده الابيليتي سويفت سويم وسوفت سويم انت تبغى مطر يخلي سرعتك ضرب اثنين فاذا دردنو يقدر يسوي مطر بروحه بعد احسن اشوفه من ما يقدر يسوي ستيلث روك. طبعا هاك كله راي مو بقانون يعني اذا رايكم ان ستيلث روك قوي في دبلز هذا رايكم هذا بس رايي. سنتي سكورتش جي ماكس سنتي سكورتش وين وصلنا هي جي ماكس سنتي فرنو This move traps of opponents in flames for 4 to 5 turns. هذه نفس حركة فاير سبين ان كل دور يسوي شوية دامج يشيل شوية من طاقة الخصم وما يخليهم يسوون سويتش ليه ما طبعا يستخدم الحركة يموت أو يطلع من الساحة يعني يمكن أوكي أشوفه أوكي يعني أشوف فيه فايدة يعني صراحة أشوف هالحركة لها فايدة. لأن إذا أنك توقف سويتشنج يعني معروف أنه شيء قوي مثلا عندكم شو اسمه
تذكرون ميجا جنجر، يعني هذا كان مسوي أزمة فترة، اللي هو الابيليتي مال الشادو تاك. طبعا مو بنفس قوة شادو تاك ان تستعمله وتطلع وترد ويرجع شو اسمه اثر الشادو تاك. هذه الحركة لا تستعمله 3 مرات خلاص، او تستعمله مرة تطلع سنت سكورتش ترجعه ما تصيد جاكانتو ماكس مرة ثانية، فشوية يبالة تكتيك متى عشان تعرف متى تستعمله. مياوث ما ادري ليش مسموح، مو بقلار مياوث، مياوث العادي هالطويل لون كات. جي ماكس ولدرش يعني اذا تستعمله في مباراة ليش يعني yeah, okay. This move confuses opponents and also earns extra money. Okay, so you confuse. لكن confuse من فاللعبة وأصلاً من Sun and Moon. مو مثل قبل كان 50-50 يا تضرب عمرك أو تضرب أو تستعمل الضربة يعني. الحين لا، مخلينا أظني 33-66 33 نسبة تضرب عمرك، 66 الضربة تطلع، مو مثل قبل. فوقها كله ليش تيب مياوث أصلا اللي إذا تبه كمسخرة يعني، هذا على راحتك. بيكاتشو نفس الحالة، ليش تيب بيكاتشو؟ أوكي تعطي شو اسمه لايت بول، أوكي لايت بول بيخليه قوي، ما بقول لا. عنده فولت تاكل، فولت تاكل ضربة قوية بعد 120، لكن بيكاتشو ليش تيبه؟ جي ماكس فولت كراش. This move paralyzes opponents. إذا شفتوا الفيديو كان حتى يسوي paralyze على بوكيمونات الجراوند تايب، ف حلو. بس بيكاتشو ليش؟ إيفي إيفي نفس الحالة. وينو جي ماكس كادل. This move infatuates opponents، يعني نفس attract. يعني اتراكت ما ادري كيف اقول لكم اثر الانفاتويشن. اذا بوكيمون مثلا عندك مثلا فيفي ذكر وعندك بوكيمون طرف خصمك انثى، تستعمل جي ماكس كادل الانثى او البوكيمون الانثى ما يعني عنده يعني 50-50 يا تضرب او ما تضرب، نفس كونفيوز الاولي بس ما مو بان تضرب عمره لا، يا تضرب او ما تضرب بس. المشكلة مو بشرط ان خصمك بيجيب مثلا جنس الثاني، مثلا عادي مثلا يبيل عندك ذكر وكل خصم كل بكمانات خصمك ذكر، بتسوي نفس حالة مياوث بيكاتشو ليش؟ طبعا ايفي ليش تيب ايفي؟ شوف الستاتس، شوفون الستاتس 55-55-50 سنورلاكس. جي ماكس سنورلاكس هذا من اظني من امس او الامس، من كم من يوم اعلنوا عنه وتقدرون تصيرون زخونه الحين. جي ماكس ريبلينش النورمال تايب اتاك. This move restores berries that have been eaten. هذه الضربة يا تكون أقوى ضربة في اللعبة أو ضربة أوكي ما في في النص، هلا شوفها يا ضربة أقوى ضربة في اللعبة ولا في نص نص، مو بنص نص يعني أوكي يعني. تخيلوا مثلا أنتوا في هالحالة سنورلاكس مثلا ماسك قولوا مثلا ايو بابا بيري، ايو بابا بيري يرجع ثلث طاقة البوكيمون يوم يوصل ربع. سنورلاكس عنده ابيليتي جلوتني، جلوتني يخلي
إذا مثلا البري يحتاج نص نص الطاقة عشان يستعمله خليه 3/4. فمثلا سترس بري إذا طاقة البوكمون وصل 75% أو أقل يستعمل سترس بري. ففي حالة ايبابا بيري يقدر يستعمل البري من 50% من طاقته أو أقل. فتخيلوا أنت في هذه الحالة عندكم قدامك جاكانتماكس سنورلاكس، وسنورلاكس ما شاء الله عليه يعني كم طاقته بيس 160. في العادة بتحصل كم تقريبا 230 أظن 240 في العادة تحصل، فبيكون 400-500 بكل سهولة. 500 أكيد 500. فأوكي تضرب شليت مثلا ثلث، ضربت مرة ثانية شليت ثلث، استعمل البري بعدين استعمل جي ماكس ريبلانش يرجع البري نفس الريسايكل، رجع الحين رد البري تضربونه الحين مرة ثالثة شليت ثلث الطاقة كل البري رد ثلث الطاقة تضربون مرة ثانية استعمل جي ماكس ريبلانش رجع البري شو حالتكم هنا؟ بنشوف كيف وضع سنورلاكس. توقع بيكون قوي، اكيد انا متوقع بيكون قوي. بوكمون اللي بعده سانداكوندا، صراحة ما اعرف شو يسوي، معظمهم كنت اعرفهم بس هذا ما ولا ادري شو سالفته. وينو جي ماكس ساند بلاست بوننتس ار ترابت ان ريجنج ساند ستورم فور 4 تو 5 ترنز، يعني نفس انتي سكورتش لكن نسيت اسم الحركة. والله نسيت اسم الحركة سانتوم، يعني نفس سانتوم لكن أقوى ويأثر البوكمونين من طرف خصمك. فنفس حالة سنتي سكورتش، يمكن حتى أحسن من سنتي سكورتش لأن سانداكوندا عند ديفنس ماله أحسن من سنتي سكورتش إذا أنا مو بغلطان. أوكي سنتي سكورتش أكثر من ناحية السبيشال ديفنس وسانداكوندا أكثر من ناحية الديفنس. نفس الكلام يتطبق هنا. جاريزارد هذا صراحة ما داني الجايجانت ماكس ماله. جي ماكس وايلد فاير this move continues to deal damage to opponents for 4 turns. هذا نفس يوم تستعملون جراس وفاير بلج الضربات البس الستارترز يقدرون يتعلمونه. هالضربات اذا مثلا تستعمل ووتر وجراس يسوي لك يسوي سوامب يبطي البوكمونات اظني 3/4 فيكون ربع السرعة اذا مو غلطان. تستعملون ووتر ووتر وفاير اظني يسوي رينبو، نسيت شو الاثر. سامحوني هذا الواتساب. زين وعندكم جراس وفاير اللي هو يسوي مثل يحرق الساحة من طرف خصمك. فكل دور اظني ينقص من طاقة خصمك بوكونات خصمك ثمن اظني من طاقتهم، يعني مثل بويزن اذا انا بغلطان. يعني يمكن حلو لكن انا افضل. ايوه نقطة ثانية بعد عن
Gigantamax Charizard only permitted with the ability Blaze. ف Solar Power Gigantamax Charizard غير مسموح. فإذا تبون Solar Power Charizard اللي استعملته في البث اللي سويته الأسبوع اللي فات ممنوع، لازم بليز تشارزارد اللي تحصلونه من بعد ما تقيمون اللعبة تحصل شارماندر ببلاش. فهذا هذا مسموح، لكن تصير نسوون ريد وطلعون بعد المعاناة وطلعون سولار باور تشارزارد غير مسموح للأسف. وبكل صراحة تشارزارد العادي أحسن من جاكانت ماكس تشارزارد. ليش؟ بقولكم ليش. Max Flare the user intensifies the sun for 5 turns. Sun مع Fire Pokemon وايد قوي نفس حالة الرين، فما أشوف أي سبب أنكم تستعملون Gigantamax Charizard كل صراحة، إلا إذا تجيبون Ninetales ولا Torkoal. Charizard Gigantamax Charizard مو مقتنع فيه. وهذا القوانين ال VGC 2020. إن شاء الله أشوفكم في ببث الجاي إن شاء الله باكر بسوي بث اليوم الأربعاء باكر الخميس يبدأ الويكند، وإن شاء الله نلعب ونشوف كيف اللعبة. المشكلة حاليا ما تقدرون تسوون داونلود على القوانين، وما في حاليا ما في اي طريقة انكم تقدرون تلعبون بقوانين VGC. فما ادري كيف بيسوونه. في سان اند مون كان في اختيار عندكم سينجل دبل و تشامبيونشيب اللي يكون قوانين VGC. ف من اللي شفناه في اللعبة كان بس في سينجل ودبل، يمكن يضيفونه بس ما ادري، خلينا نشوف شو بيسوون بعدين. وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.